النهارده السلطه جميله جدا. عندنا ايه؟ عندنا رمان بنجر مبشور. تعالوا احطها لكم هنا، بنجر مبشور اهو، حب رمان احمر فاخضر كلها. عندنا بقدونس، عندنا عسل ابيض، عندنا ليمون، عندنا خل بلسمك، عندنا حبه كزبره، عندنا بذور اليقطين. بذور اليقطين دي موجوده عادي، ليه البذر بتاع قرع العسل دي موجوده عادي. عايزه اقول لكم لذيذه جدا ومفيده قوي، حاولوا تبقى عندكم في البيت عشان ممكن نستخدمها في كذا حاجه. خلاص طيب، هحط بقى ايه؟ البنجر المبشور. البنجر المبشور بنبشره، بنسلقه كويس قوي ونبشره. هحط الرمان زي ما انتوا شايفين كده، هحط البقدونس اهو، هحط الكزبره تديها طعم لطيف قوي، الليمون بقى وخلي البلسمك اهو مع زيت الزيتون والعسل، هلخبطهم على بعض. زيت الزيتون، حتى ممكن احط شويه على السلطه واسيب شويه ايه بره، والعسل معلقه كفايه قوي. نقلب لغايه ما احس ان العسل داب خالص. يبقى احنا حطينا هنا ايه؟ بنجر مبشور، سلقناه كويس جدا جدا. ورحت ايه بعد لما سلقته صفيته من الميه، وقعدت ابشره بالمبشره عادي بتاعه البصل اليدوي دي. بعد كده حطيت حبوب الرمان، بعد كده حطيت البقدونس، بوله كده حلوه من البقدونس، حطيت حبه صغيرين من الكزبره مش كتير، وبعد كده الدريسنج بتاعي زيت زيتون، عسل ابيض، خل بلسمك كمان. قولوا معايا كان ايه؟ زيت زيتون، عسل ابيض، خل بلسمك، هحط شويه ملح، فلفل اسود، نقلب، احط كده وعسل ابيض، هسيب شويه كده على جنب، نقلب كده كده. لا انا حاسه ان هي ايه، نحطها كلها احسن. بس الله الله، بصوا بصوا السلطه عامله ازاي. دي بقى تتحط ساعه في الثلاجه قبل ما نقدمها، هتلاقوا طعم مش طبيعي بجد اهو. بصوا عامله ازاي، نجيب طبق تقديم السلطه ونرصها على طول بقى كده. بصوا اصلا الريحه لوحدها مغريه من غير حاجه لسه. الناس كمان اللي ما بتحبش البنجر هيتبسطوا من الوصفه دي، لان ملوش يعني مش بيتقطم، هو سهل جدا في الاكل. هعمل ايه بقى هنا؟ نحط بقى كده، وممكن كنا حطينا كمان ايه في النص.